خلونا ده اخر خبر قبل ما نستقبل ضيوفنا. ايجار قديم، نجوم وصناع ايجار قديم، عايزين نتعرف على اول شركه ميتافيرس او شركه مصريه في الميتافيرس، عملت مدينه في الميتافيرس اسمها توتيرا. خلونا نشوف الشركه اسمها توتيرا، نشوف بقى ايه هي هذه الشركه وعامله ايه في الميتافيرس. نشوف الفيديو ونرجع. احنا في توتيرا فكرنا نستخدم تكنولوجيا الميتافيرس في اننا نعمل تجربه جديده، وهي اننا ندخل الزائر في عالم افتراضي بيحاكي العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه، نتواصل فيه مع بعض من أي مكان في العالم، وبغض النظر عن احنا فين. فكرة المدينة بتعتمد على فرضية عودة الملك توت عنخ آمون لاستكمال اللي كان بيحلم بيه مصر وشعبها، فرجع في زمن آخر في العالم الافتراضي وبنى مدينة ميتا توت الافتراضية علشان يعيد روح الحضارة المصرية القديمة بشكل عصري ومستقبلي. احنا حبينا نعمل المدينة دي في الميتافيرس لان العالم ده بقى بيشكل جزء مهم في الحاضر والمستقبل، وهو التطور الطبيعي لكل اللي احنا فيه من كتر الامكانيات اللي ممكن تتعمل فيه، سواء في مجال التصميم المعماري او في مجال التسويق والتعليم او التواصل الاجتماعي وغيره من المجالات التانية واللي ممكن تكون مفيدة للإنسان. ده غير ان مصر فيها تاريخ كبير جدا، ليه ما يبتديش يكون في علاقه ما بين التاريخ ده وما بين المستقبل اللي موجود واللي جاي في تكنولوجيا الميتافيرس؟ فكرنا ان 4 نوفمبر 2022 هيكون انسب وقت اننا نطلق في مدينه ميتا تور اطلاق تجريبي بغرض الاستفاده من ارائكم ونطور المدينه بشكل دائم في المراحل القادمه، وده كونها كاول مدينه مصريه على الميتافيرس بمناسبه الاحتفال بالذكرى المئويه لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.